الدوشه مت ابو لؤي الجروبات الشغلات هاي السيارات المحافظات كلها يمنا مال البي ام وباقي السيارات مو بس يعني بي ام بس الجروب البي ام بالذات محافظه نينوى موجوده هسه تشوفوها السيارات اللي جايه طابه من كركوك ومن بغداد موجودين عندنا هنا صار لنا بالدوشمه ب 2004 بدينا بيها احنا جراج عندي مال غسل ومال تلبيس الكشنات الجاهز بس كفصال بديت 2014 من طلعت من موصل باسطنبول الويلات بشركات نزلوا وبدهوك محل جراج عندنا كان تعلموا الفصال هناك اخذوا قوالب من الشركه فبدا هذا الشغل عندنا الفصال الحمد لله وهي هاي شغلنا الفصال هاي السيارات بالنسبه للفصال الكشنات الفصال الكشنات كشركه الكشن يتفلش على الحديد على الحديد يطلع الكشن يتاسس من جديد ينضاف عليه اسفنج شغلات هاي ثانيا الجلد ما يتخيط الشكل عادي دائما يستثنج بسفنج وبطانه ويتثخن الجلد كفصال شركه بحيث ابو السياره يفتح الباب ما يقول هاي السياره مفصله شركه مؤسسه تطلع الفصال اما تجهز لا يختلف التجهيز